مجالات نظم المعلومات الإدارية ممكن يشتغل في حاجات كتيرة جدا، مسؤول أنظمة الحاسب الآلي، أخصائي تحسين محركات البحث، يشتغل في قواعد البيانات، يشتغل في محلل أمن المعلومات، مطور للتطبيقات، ممكن يشتغل في التسويق، ممكن يشتغل في مسؤول أنظمة الحاسب الآلي، ممكن يشتغل في الشبكات داخل الشركة بيبقى فيها قسم الاي تي ممكن يشتغل فيها، ممكن يشتغل مطور للتطبيقات، ممكن يشتغل كمان استراتيجي تسويق لتحليلات الويب، ممكن ان هو يشتغلها. من الكورسات المهمة لنظم المعلومات الإدارية كورس البيانات وقواعد البيانات، كورس نظم المعلومات واستراتيجية المنظمة، وكورس تنظيم ونظم المعلومات. وتلاحظ هنا ان كورس البيانات وقواعد البيانات هي طبعا البيانات اللي بتستخدمها والديتا اناليسز والبرامج، حاول انك تشتغل على البرامج دي قبل ما تتخرج وتتعود عليها علشان تكون بالنسبة لك واضحة، وان شاء الله ربنا يكتب لك اللي فيه الخير. ودايما بقول نظم المعلومات الإدارية بتجمع ما بين النظم والإدارة، فلو مش حابب تكمل في مجال الإدارة اتجه لمجال النظم والعكس صحيح، لو مش حابب مجال النظم اشتغل في مجالات الإدارة وربنا يكتب لك اللي فيه الخير.